اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاحفظ بفضل أيامه المباركة أولادنا من كل سوء، واحرسهم يا قوي يا رحيم بعينك التي لا تنام. اللهم اشفي أمراضهم، واذهب همومهم، وطيب نفوسهم، واشرح صدورهم، ويسر أمورهم، ووفقهم إلى طاعتك، واصرف عنهم الحرام، واصرفهم عنه، واجعل لهم نصيبا من كل خير، وبارك لنا فيهم بجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.